السلام عليكم البنات، مرحبا بكم جديد في فيديو جديد على قناة لمسات نينا. كنتمنى الى عجبتكم الوصفة ما تنسوش تديروا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش هكا توصلوا باي جديد. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم واحد الوصفة رائعة في تفتيح البشرة، وصفة عبارة عن كريم الشاي الأخضر، من أفضل الكريمات الطبيعية في تفتيح لون البشرة، وأيضا كيشد البشرة وكيخلصك من الهالات السوداء والتصبغات والبقع الداكنة، وأيضا مضاد للشيخوخة. وكيف ما كتعرفوا البنات هذا الكريم هذا خطير جدا في التفتيح، فيه مواد كلها طبيعيه ما غتضرش لكم البشره ديالكم وغتستفد منها اكثر. بلا ما نطول عليكم ندوزو الوصفه. اول شيء غادي نحتاجو في المكون الاول، غادي نحتاجو الشاي الاخضر. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجو ما يعادل ملعقه كبيره من الشاي الاخضر، غادي ناخذ ملعقه كبيره، وغادي نحتاجو ايضا ماء الورد او ماء عادي، غادي نغليوه حتى يسخن مزيان. وغادي نجيب انا هنا درت ماء الورد غليته حتى سخن، وغادي نخويه فوق الشاي الاخضر وغادي نخليه تقريبا واحد ل 15 دقيقه وهو مرقد في ماء الورد حتى يطلق لينا ديك الماده ديالو كامله، يطلق لينا داك اللون ديالو الشاي الاخضر كيف ما كتلاحظوا معايا. وغندوز نصفيه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نصفيه مزيان، انا محتاجه هذاك الماء. من بعد ما صفيته كيف ما كتلاحظوا معايا، من بعد ما صفيت الشاي بقى عندي غير هذاك الماء، وغناخذ هذا الماء وغادي نزيد عليه المكون الثاني اللي هو نشا الذره. كيف ما معروف على نشا الذره كيفتح البشره فعال للبشره، وايضا غنحتاج ملعقه ديال الارز مطحون، الارز لازم يكون مطحون مزيان، تا هو البنات الارز كيبيض البشره وكيوحد اللون ديال البشره. غنضيف عليه تقريبا ملعقه كبيره ديال الارز، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات حتى يمشيو منهم دوك الفقاعات. من بعد ما حركتهم كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نوضعهم فوق حمام مريم حتى نحصل على واحد الكريم يكون متجانس. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما حيدته من فوق حمام مريم حصلت على هذا الكريم هذا كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا القوام هذا، رائع البنات في تفتيح البشره، كله مواد طبيعيه كتستفد منها البشرة ديالنا. وغندوز البنات غنضيف عليه ملعقة صغيرة ديال زيت اللوز الحلو، تقدروا تضيفوا ملعقة ديال زيت أرغان ولا أي زيت كتوفروا عندكم، أي زيت كتوفر عندكم عفوا تقدروا تضيفوها. أنا وضعت ملعقة صغيرة، وغنوضع ملعقة أيضا صغيرة ديال زيت الشاي الأخضر. هاد الزيوت البنات كلها رائعة، كنصحكم تستعملوها. وغناخد جوج كبسولات من فيتامين إي، هاد الكبسولات البنات كيخلي هاد الماسك هذا كيشد لينا بزاف، يعني كيطول لينا كيحتفظ لينا على الماسك، كيبقى لينا مدة طويلة كمادة حافظة الماسك هذا. من بعد غناخد واحد القريعة كيف ما كتلاحظوا معايا تكون خاوية، وغادي نحول فيها هذا الماسك هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
البنات حصلت على هذا الكريم رائع البنات، من افضل الكريمات الطبيعيه في تفتيح لون البشره، وكيشد البشره ايضا، وكيخلصك من التجاعيد ومن الهالات السوداء ومن البقع الداكنه، خصوصا البنات الهالات السوداء كيزولها، ومن البقع الداكنه ايضا، وكيحارب الشيخوخه. والمواد اللي فيه كلها طبيعيه، ما عندكم واش تخافوا منه، المواد ديالو كلها زوينه وكلها طبيعيه. كنصحكم البنات بهاد الوصفه لانها فعلا وصفة زوينة كتستحق تجربة. والطريقة باش غادي نديرو هاد الماسك هذا، نقدرو نديروه يوميا كل ليلة، ماشي مشكل، لأنه كله مواد ديالو طبيعية، وغادي نديروه 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع. إلا ما قدرتوش ديروه يوميا، ديروه من 3 حتى 4 مرات في الأسبوع. واللي غادي نقول لكم كنصحكم به لأنه زوين بزاف. وهذه هي الوصفة الرائعة البنات، شاركت معكم هاد الوصفة هذه، فعلا زوينة، أنا كنستعملها. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم. وغادي نقول لكم خليتكم على خير مع فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. وما تنسوش البنات اللي مازال ما تأبوناش في القناة ديالي، مرحبا به، وما تنسوش لي لايك أيضا. وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد إن شاء الله.